السؤال هنا مهم بزاف. اولا هذا النوع الدرامي انا ما فهمتش، انا ما تنعرفش النوع الدرامي صراحه، تنهضر معك انا عارف غير الرياضه. اول حاجه لا حيدنا لك انت القلب ديالك تتحرك، انا سولت كم كملك، انا خليتك تكمل، انا خليتك خليني نكمل عافاك. الا فهمتي سؤالي؟ لا فهمتو غنكمل وغتفهم. نكمل كمل دابا. انت لا حيدنا لك قلبك، الا حيدنا لك قلبك واش غتتحرك؟ خويا شوف فيا مزيان، هذا راه حلم، عمل ديال السنين حيدلك شي واحد شي حاجه، عمل ديال السنين. تقول لي الجامعه انا ما عندي حتى مشكل، انا كمدرب ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع، اخر سؤال غادي نهضر فيه هذا كموضوع. انا كمدرب 17 سنه وانا مدرب مع المنتخب، الوقت اللي جابت فاطمه الزهراء ميداليه ذهبيه تحيت مباشره، ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع، ولكن منين جبتيني كمل وحقي سمحت فيه. هاد البنت الا ما تخداش حقها ما غتجيبش ميداليه، بقى صغيره ما غتبقاش تريني التايكواندو، خصنا انا ناخذوا لها حقها ونرجعوا لها الاعتبار ديالها باش نعاودوا، خاص باش نعاودوا نفيقوها، خصنا نتعاونوا عليها كاملين. راه قلت لك ميداليه اولمبيه راه ما سهلاش باش تجي، ماشي قاعده انا الحسابات، انا ما عنديش حسابات، انا ما غتشوفنيش في شي بلاصه اخرى، انت نوعدك من هنا نكمل لك، ما تشوفني لا مدير تقني لا مدرب لا والو، ولكن بغينا الحق. عافاك، لا عافاك، انا مضرور، انا اللي تيرا خرجت من الضوء الصحفيه وسمحوا لي، انا ما كرهتش، انا ما بغيتش نجي لهنا، انا ما بغيتش هاد البنت تجي لهنا، ولكن حنا بغينا حقنا فقط، بغيناك حتى تعاون معنا على حقنا.